الحين دلوقتي كتير وانت قاعد على الفيسبوك تبص تلاقي جايلك نوتيفيكيشن كتير ما تعرفش اصلا جاي منين. المهم تيجي تضغط على النوتيفيكيشن تبص تلاقي جاي منين، انت مشترك في جروب معين وحد جاي على بوست معين وعمل منشن لات ايفري ون، فبالتالي كل المشتركين في الجروب ده راحت لهم نوتيفيكيشن، فالموضوع بقى صداع جدا وحاجه مش لذيذه. فانت دلوقتي عاوز تلغي القصه دي، هتعمل ايه؟ كل قصه تضغط هنا كده وتضغط على العلامه دي كده وتروح على بروفايل سيتنج، في حاجه اسمها نوتيفيكيشن سيتنج، وتيجي على حاجه اسمها تاجز، وفي اوبشن هنا اسمه باتش ات ايفري ون منشن. كل قصه انك هتعمل ديسيبل للاوبشن ده، فبالتالي انت فتحت كده من القصه دي كلها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو انت شايف الاوبشن عامل صداع لحد تاني يا ريت تشير معاه الفيديو ده. شكرا.